ما بعرف، ما عجبتني قصة الخاتم. ليش بقى؟ لأنه في شي غريب، في شي سريع. أي معنى شي، هو هيك الحب بيجي فجأة وبيروح فجأة. مين ها؟ هاي أهلاً. هاي نغمة ميديا. شفتك أونلاين، أنت أنا بجيب درج شوي أنا وياكي. إيه أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضلي. أهلاً أهلاً. ليك انت عم تحكي مع جوزيك؟ حكيت شوي بعدين رجعت اكتب. لا لحظه ما فهمت، اذا انت ما كنت اونلاين على تشات ما يكون حدا عامل لك هاك للبيج؟ لك لا، انا دائما بترك الصفحه مفتوحه وقت بكون عم بكتب. بلكي عصلك معي شي مشهد فوت بغير الجو. لحظه، عصلك معك شي مشهد؟ ليه انت بتكتبي دراما؟ فيك تعتبريها محاوله اولى. عم تمزحي؟ لا ما عم بمزح، ليش لحتى اكون عم امزح؟ مش عم صدق. هلا انت يعني من بين كل شيء عملته ميديا فاجئك انه عم تكتب دراما؟ ميديا حبيبتي ما الي غيرك، اعملي معروف ساعديني اختي، انا هون جاهزه بحكي لك اللي بدك اياه. كل شيء مثل شو؟ مثل مثلا قصه حياتي، فيك تعملي مسلسل مكسيكي، انا ما عندي مانع ابدا. ايه بس النهايه هنديه. هلا انت ما عندك مشكله انه اكتب عن حياتك؟ وحياتك ما عندي مشكله، انا اللي بدي افضحه بالراديوات بالتلفزيونات بالاذاعات وين ما كان. بس ويت، انا كاتبه حياديه، يعني اذا طلع الحق عليكي بدي اكتب انه الحق عليكي. ايوه انا مش طالبه غير هيك، انا بدي اياك تكوني حياديه، انت اكتبي. ايه معناها تفضلي احكي لنا لشوف. وانا جاهزه احكي. لحظه، قال لي انه انا اول بنت بينطرد تحت البيت واول بنت ما بتخليني نام ثلاث ايام. ان شاء الله صدقتي. لك عم اقول لك كان من الصبح ناطرني تحت البيت. يعني صدقتي مجنونه انت؟ قال لي انه بيحبني. شو؟ قصدي انه كيف؟ يعني ليش؟ كيف صدقتي؟ لك مو مهم، المهم قال لي انه بيحبني. يا عمي هيدا واحد كذاب. وانتي ليه عصبتي؟ ما عصبت، بس قصدي انه شو هالحب المفاجئ، بعدين ما بدي حدا يضحك على رفيقتي اللي بحبها كثير. لا حبيبتي ما تخافي علي، انا ما حدا بيطلع له معي. أصلاً أنا ما صدقته إلا لما قال لي إنه شو؟